خوتي العزاز، خاصة لأصحاب الذوق والجيب الرافع. تفضل خذوا معي. يا سلام، عندما يلتقي الواقع مع الخارج، يعني غادي نوريكم تبارك الله ما شاء الله قصر للبيع. تبارك الله ما شاء الله، وكأني في حلم. أنحني وأصفق للإبداع المغربي الرائع. كنت واجد الإخوان في بوزنيقة، لا ضيق على شمس لما الإخوان، والله يسخر الماء ليها ويجعلها عتبة مباركة على الشاري. يعني اللي ما شريت نزهة الإخوان، اللي ما شريت دي أفكار، وانت كتفرج في الفيديو سبحان الله سيجعلك تعيش لحظة من الراحة النفسية في أجمل منطقة في المغرب من حيث نقاوة وجودة الهواء. أصحاب السمو والمعالي والسادة، سيداتي سادتي، يرجى التكرم للوقوف في حالة قدرة لمشاهدة الإبهار المعماري المغربي الرائع. تبارك الله، 7000 شجرة ديال النخل، عندك تيران ديال الغولف، وعندك فيلا ثانوية، ولا هي هذه، عندك 4 آبار وفيلا رئيسية، يعني المساحة المبنية ديالها 700 متر، 100 بلاصة في الكراج، يعني مرآب يستوعب 100 سيارة. أيو على المسبح بهاد الماغب نوار ديال الخنيفرة. تقريبا المساحة ديال المسبح إخوان 20 على 4، فورم أورغانيك، عندك قرموط ديال اسبانيا. ندخل نشوفو الفيلا من الداخل. يا سلام، يا رب تجيب لكم الرزق وتيسر لكم كامل ان شاء الله في الفيلا او الشقة او القصر، لما لا. شوفوا معايا الاخوان الفيلا من الداخل. واو، اي حاجه اخوان كتشوفوا في الاثاث كتبقى، قوم حتى الاخر نعطيكم حتى الثمن ديال هاد العروسه. بون، في الطابق الارضي كنلقاو 3 صالونات، وحتى الهندسه ديال الفيلا جد رائعه، يعني كامله عاطيه على المسبح. بون، ها كتدخل مولاي، كما قلت لكم كاين 7000 نخله، كاين سال دي بان كما كتشوفوا، تحية للشاق الهوتا، فوالا سانيتير روكا. خشب شان من النوعية الرافعة، والأرض كامل خام من الفوق حتى لتحت، فيها 6 ديال لي سويت. بين هاد 6 ديال سويت كاين 2 سويت باوندار.
فوالا غرفه النوم الاولى هي هذه، عطيها الجرده بلي بلاكار، وعندك باركي بالارض. هنا عندنا حمام بالبينوار، وهنا غرفة النوم الثانية. طلعوا شوف نوريكم، طلعوا الفوق ان شاء الله نوريكم لي سويت بارونتال. يا سلام، نوريكم حتى اطلاله ديال القصر من الفوق، وسبحان الله يعني جماليه القصر ليلا او ثاني مغاير ومخالف لجماليته نهارا. شوف تبارك الله الاطلاله كيفاش دايره. عشر دقائق على البياج، ست دقائق على القصر الملكي على الطريق. يا سلام، وعندو باب رئيسي كما كتشوفوا، كما قلت لكم مرآب كيتسع حتى ل 100 سيارة. يعني إخوانا كنتواجدوا على مساحة ديال 22000 متر. هذا تلقاو ان شاء الله اخوان فيديو شامل على هذا القصر الرائع على قناة اليوتيوب عمر حافظي، في جميع المعلومات باليسر والتيسير. اعانكم الله. احبكم في الله، نعاونكم.